ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة انا هوريكم ازاي تجيبوا مابات فري مجانية من غير فلوس ابدا. بس انا بعتذر لكم قوي، وانا اسف يعني ان صوتي ما كانش باين في الفيديو اللي فات، علشان كان المايك مش شغال، مايك الصوت يعني كان صوت اللعبة شغال هو بس. بعتذر لكم قوي يعني، انا اسف. يلا نبدأ. اول حاجة ندخل على ماركت بليس، بس يا رب تكونوا يعني فهمتوا من غير صوت برضو، بحاول يعني. اول حاجة طبعا تفضل تعمل كده لحد ما تحمل. اهو طبعا زي ما انتوا عارفين كل المبات دي بفلوس، 400 في كل المبات دي بفلوس. اول حاجة لو عايزين تجيبوا المبات مبات مجانية، تدوسوا على العدسة دي اللي انا بعمل عليها المربع ده، تمام؟ ندوس عليها، يفضل يحمل معانا كالعادة. هيكون ده برضه هيفضل يعني بفلوس. اول حاجة هندوس على البتاعة الزرقاء دي، السويدة دي، هندوس عليها عادي. هندوس بقى ماين كوينز، هندوس على دي عادي كده. تاني واحدة دي الخضرة، ندوس عليها. طبعا بيجيلكم كل اللي بفلوس ده. اول حاجة هتجيبوا تدوسوا على كلمة فري اللي معمولة عليها بالاخضر، اول واحدة كلمة فري عادي. وبعدها هنطلع، اللي هيحصل بقى هيجيلكم كل اللي فري، هيجيلكم كل المبات اللي فري، ومع الايام كده بينزل مبات تانية، وفي كتير قوي. ده انتوا قدامكم حاجات كتير يعني، مثلا دي الماب، دي مش ماب لعب، دي ماب تغيير شخصية. الماب دي مثلا برضو تغيير شخصية وحوش زي ما انتوا عارفين، لكن المبات دي كلها مبات بقى ادوار وحاجات جامدة. انا اول ما عرفت المعلومة دي قلت اسجلها لكم على طول يعني، انا فرحت قوي اول ما عرفتها. فخلونا كده نختار ماب، نشوف كده ماب حلوة كده، مثلا دي شكلها حلوة، دي شخصيات، لا مش شخصيات، ولا يلا جامدة بتحمل معانا. لو انتوا بقى عايزين تجيبوا ماب تحملوها، تدوس على اي ماب عادي كده. لا دي انا محملها، تدوس على اي ماب عادي كده، تدوس وبعدها تدوس على كلمة فري اللي بالاخضر كده، تمام؟ تتحمل معانا، ندوس عليها. نستنى لحد ما الماب تحمل. اهي دولاد بتحمل. انا هدخل في الماب اللي انا كنت بحملها، بس جامدة. نستنى تفضل تحمل. هندوس على الماب، هندوس على كريت زيس وورلد، هندوس عليها، هندوس على دي الكلمة دي، هندوس على اللي فوق الأولى، بس بقت مخصصة ليكم. هادي بقى نخلوها سيرفايفل كرياتيف أي حاجة. بعديها هندخل نجرب الماب.
اوبا واو حلوة اوي. بس ايه ده، سبورة معانا اكل كتير احنا. اوه ما ينفعش ابني. اه ينفع اكسر؟ وات وات، دي عين الاندر. استني انت واحد، انت عايزه مني ايه يا مدرسه انت؟ ايه ده، ولا ينفع اكسر ولا اي حاجه. اضربك يلا امشي، انا هرب من المدرسه. بصراحه ما جربتش النادي. ايه اصلا عباره عن ايه؟ بس انا ايه هدفي ايه اصلا؟ مرجيحه. ايه ده ثانيه، ايه ده مرجيحه بجد؟ واو او حركه. ستوب، يلا انا هدفي ايه اصلا؟ تيجوا نتهرب. انا بس عايز اهرب. ايه ده، عايز اهرب من المدرسه. مش فاهم اي حاجه ولا اي حاجه. فكره، فهمت يا جماعه، فهمت. ايه ثبت في حته ده بقى فيها؟ معرفش الرعاية محتاجين مني ايه الناس دي. استوب ليه، هدخل واعمل حادثة. بس تصدقوا العالم حلو، تيجي ندخل في الكرياتيف كده يعني. اوه يا جماعة دي بقى حيوانات. اوه صح، ما تيجي نكتشف الحيوانات يعني في اهو. واو يا شباب، واو واو. ايه ده، دي مش ماينكرافت العادية. اللي بحلقت فيها كده ليه؟ هو يا جماعة اوبا اوبا. فبتبقى نكتشف ايه؟ وات، اشجار مع ورد. ثانية، هو في غلطة ولا لخبطة؟ مش فاهم انا. ايه الورد الجديد؟ ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة. مفيش ولا دي، مفيش بلوكات جديدة. حيوانات جديدة، تيجي نشوف. انتوا بتهزروا، الحيوانات قلت. ايه ده الحيوان ده اصلا؟ الحيوان ده ينفع يسمح لي كسر؟ يسمح لي كسر. صدقني ما بدي اتنرفز. بس تيجوا نشوف ايه دي، ما ينفع ادخل فيها ولا ينفع ادخل فيها. بس ايه ده، ايه ده اصلا؟ عبارة عن ايه الكائن الغريب العجيب ده؟ بس تصدقوا العالم جامد، البلوكات حلوة اوي. العالم جامد، البلوكات حلوة. مش اوبا اوبا، ايه ده؟ انا
عبارة عن ايه يعني جايب حاجات اشكال وخلاص، ما استفدناش حاجة. ايه ده؟ افتكرته السلم اللي اسمه ايه ده، اللي هو الكهربي مش كده؟ وانا اقول ايه العبط ده، في حاجة اسمها كده. ولا حاجة. فطبعا يا شباب ده مقنعنا بشكل كامل، وده اللي انا عرفته بس في ازاي نجيب المبات فري. فده مقطعنا بشكل كامل، ما تنسوناش باللايك والسبسكرايب، وتعالوا زر الجرس وتعملوا لي اشتراك علشان نوصلكم كل جديد. فيلا سلام.